على بركه الله متابعي قناه الشوف تي في، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره من اقليم قرسيف. متابعي القناه شوف تي في، هو امام مركز تصفيه الدم بقرسيف. تلقينا اتصال هاتفي اصدقاء قناه شوف تي في، لم نتلقاه من ساكنه، ولم نتلقاه من اشخاص عاديين، ولم نتلقاه من اشخاص أقولها سالمين جسديا. تلقيناهم ناس مصابين بقصور كلوي متابعي قناة شوف تي في، وناس مصابين بقصور كلوي عايشين غير بالساعة أصدقاء القناة، وكيبدلوا الدم جوج مرات في الأسبوع أصدقاء قناة شوف تي في. قصة غريبة، قصة صادمة، قصة تؤلم متابعي قناة شوف تي في. فكيف إنسان كيبدل الدم للجسم ديالو جوج مرات في الأسبوع، وإذا به تلقاه جالس هاد الجلسة وداير وقفة وداير اقولها اعتصام سلمي متابعي قناه شوف تي في. فاصدقاء القناه ما عسانا دائما ان نقول الله يرفع لنا البلاء والوباء من ربوع المملكه المغربيه. نسمعوا لهاد الناس اصدقاء ما تمشيش ادريس، نسمعوا لهاد الناس اصدقاء القناه. يا اخي يبقى فاصدقاء قناه شوف تي في، جينا لقرسيف ومن امام مركز تصفيه الدم بقرسيف متابعي قناه شوف تي في. اغرب ما نلاحظ متابعي القناه انسان مصاب بقصور كلوي او تصفيه الدم، وجوج مرات في السيمانه كيتغير الدم ديالو. انسان كيخصو العنايه المركزه وكيخصو الاهتمام، فما بالك نجيو ونلقاو الشخص بالسيف باش كيوصل لمركز تصفيه الدم، واذا به لقاوه داير وقفه تنديديه والمطالبه بمجموعه من الامور. نقولوا كاين المشكل في واحد، ولا كاين المشكل في جوج، ولا في ثلاثه، لكن ما لقاش مشكل في 40 ولا 50 واحد اصدقاء قناه شوف تي في. سمعنا بطبيبه اختصاص، وسمعنا بادويه على لسان المرضى، وسمعنا ما تمشيش ادريس، وسمعنا متابعي قناه شوف تي في، والعلم بالله كلمه سرق الزيت. فاصدقاء القناه يا اخي عاودنا على المشاكل اللي عندكم يا اخي. اخويا ما تقول لي حتى شميه وعاود لي على المشكل اللي عندك. اخويا المشكل اللي عندنا خصنا الطبيبه، واخا عندنا الطبيبه لا خصنا الطبيبه اختصاصيه. وحنا مشينا المسؤولين ما كاينينش في هذه البلاد، مشينا عند المندوب، مشينا عند القائد، مشينا عند اي واحد، المدير ما تيركب علينا، تروح يجي عندنا، تروح يدخل عندنا هنايا، سرق الزيت في الناموسيه، طلع البايص مع الصباح. وسرق الزيت شتي بعين؟ بعيني سرق الزيت كاين. سرق الزيت كاين. سرق الزيت كيداير انت؟ هذاك الرقيق. صافي. في السونتر الجديد. مو السونتر القديم ما عرف شنو فيه. والمسؤولين ما كاينينش هنايا. واحد المره هذه كنا درنا واحد الوقفه هنايا واحد الاثنين، كانوا شي جوج دراري فرمليين وزاره الصحه، بلعوا علينا الباب، بقيت شي الاخر عيط لي شي واحد من الجمعيه، قال لي روحوا انتم اربعه بكم فلان وفلان وفلان. مشينا عنده لقينا داير براد ديالها شاي، وجلسنا معاه، بقى علينا هضر منا ملي مالكم مع الماجر مالكم مع هذا، في التالي قال لنا عرفتوا بان. خلي سي ادريس. فهمت؟ عرفتوا بان. قالنا عرفتوا بان ذاك الماجر راه عرفتوا بان ذاك الماجر راه هو المسؤول تمايا، الا بغى يريدكم التصفيره اللي راكم خاطر تمشي لوزير الصحه، ودابا عاش الملك، دابا خصنا محمد السادس يفك لنا هذا المشكل، وزير الصحه والسي الحموشي الله يرحم الوالدين. شنو المشاكل اللي عندكم؟ المشاكل اللي عندنا خصنا الطبيبه. طبيبه واش الطبيبه العاديه ولا اختصاص؟ اختصاصيه، واخا العاديه كاينه الله يعمرها. الطبيبه العاديه كاينه؟ دابا كاينه، ولكن خصنا اختصاصيه. قول ما كايناش، قول ما كايناش، قول ما كايناش، يعني كاينه ونقولوا ما كايناش ولا؟ ها؟ عاد نهار عاد دخلت، عاد نهار عاد دخلت، ولكن خصنا اختصاصيه، واخا كاينه هي خصنا اختصاصيه. سمعت الشريف قال الدواء، مال الدواء؟ خصنا الدواء، الدواء كانوا يعطيو لنا هنا، الدواء قطعوا علينا، دابا جاي يشريو بالفلوس، حنا ما خدامين والو، انا داير طابله داير بيع الديطاي. نعم، كنعرف. باش غادي نشري؟ كنعرفك. باش غادي نشري؟ وي وي. وكان ما يعاونوش الناس الاخر ما نشريش. ما عندي حتى الريال ما عنديش في الجيب. طونسيو ديما طالعه رجلي منفوخه، ذاك النهار جيت عند الماجور دخلت عنده هنا قلت له رجلي منفوخه شنو؟ قال لي ما عندي ما ندير لك، سير للمستعجلات. تمشي للمستعجلات سير ما عندي ما ندير لك سير للمستعجلات. اييه تمشي للمستعجلات يقول لك الطبيب خصك الطبيبه ديالك اختصاصيه سير عندها. كي غادي نديرو فين نمشي نلوحو احنا في البحر؟ ودابا الله يرحم الوالدين ام محمد السادس سكتت فكنا هذا المشكل هذا.
انت هو وزير الصحه والسيد الحموشي الله يرحمه ديال فكنا على المشكل. المسؤولين راه ما كاينش في هذه البلاد، راه غير الحقاره تيجيو هنا تيبقاو يسمعوا عباد الله هنا بعد ادريس هذه 3 شهور ويدي هكا ملي خرجت الطبيبه ما تبينش ادريس لا ما تبينش كنمشي لوجده كيقولوا لي خصك الطبيبه يدك منفوخه يخليك ادريس بعد يدك منفوخه يدي منفوخه منا عندي المشكل في هذه الساعه القديمه ملي كنمشي للطبيب الوجده كيردوني كيقول لك خصك الطبيبه ديالك اللي تسردك تكتب لك ورقه دابا يدك تنفخت واه من تفخانت باش تنفخت هاد اليد كتسخفي منا ودابا كتنفخي منا لتحت علاش كتنفخ لتحت هادي قالوا لي عندك المشكل يمكن في هذه القديمه كيديوني ويردوني القديمه نهار 4 في الشهر 6 مشيت ودابا عاطيني رونديفو فين كيدوك يردوكي فين مي صحه ديال وجده ماشي هادي دكرسي لا نهار الاثنين ضليت انا في المستعجلات يدي تزيرت عليا باش كملت السبيه ملي مشيت عند الطبيب قال لي المهم غادي نهضر معاهم وردوا عليا نصيفتك خليت له النمره مازال يهضر مازال ما ردوش عليك مازال ما ردوش عليك ايوا انت تشوف غير غطيها وانت تشوف الدواء ما كاينش الراديو للصدر كيكون مزير كندخلوا مسرجين ما كاينش اللي يراقبنا ما كانش اللي عطينا الدواء سولنا في الطانسيو قال لك ما كاينش عينيا مرضوا قلت الماجور عطيني البوماده قال لك ما كايناش الدواء التحاليل كيديروهم لنا ما كيشرحوهم لنا هنايا هنا داروا لنا التحاليل ديال جوج خطره ملي خرجت الطبيبه دي 3 شهور ولا 4 شهور ما نعرف الله اعلم داروا لنا التحاليل جوج خطرات ما شرحوهم لنا ما كتبوا لنا دواء ما والو عطاتني الغبره ديال الكالسيوم ديال الكلاوي هذه 4 شهور وانا كنشربها ملي كنقول هنا للماجور وسكينه واش نريدها ولا نزيد كيقولوا لي الله اعلم الله هو اعلم بينك وبين الطبيبه بينك وبين الطبيبه الله هو اعلم فماذا يحدث اصدقاء متابعي قناه شوف تي في فماذا يحدث عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك لله دابا دابا ندخل نصفي الله يرحم والدي ندخل نصفي نبدا ندخل نضرب البروشه طونسيو عندي 16 10 نخرج 18 10 روكورمو كاع ما تنضربهاش روكورمو ما تنضربهاش كاع ما نعرفش كاع روكورمو كي دايره اللي قويات باش نقبضوا الدم هنا ما كاينينش اللي فوسمو ما كاينينش اللي عطينا غير الميكا دايره تحديدينا هنايا ميكا ميكا وا ميكا طبيه ولا ميكا لا ماشي طبيه غير ديال التيويات ديال التيويات عطينا نديرهم تحديدينا داك الشيء ممنوع ما عارفين دايرينهم ما عارفين مغبرينهم دابا حنا خصنا لا داك الشيء داك الميكا اللي كيعطيو كاين غير ممنوع اللي قويات باش نقبضوا هنا ما عاطينا دابا انتم عندكم خبره في هادشي حنا غير باش نفهموا معاكم اللي قويات ما عاطيناش باش نقبضوا نعم اسيدي كانوا يعطيهم لنا قطعوهم علينا دابا الدم واخا تسيل هادي يخرجوا يدينا معامرين بالدم واخا تسيل تسقى تقاش هاد بيدك واش قابضها بيدك هكا كيدك تعبر بالدم كتسالي التصفيه كتبقى قابض الدم بيدك اييه حتى كتنشف حتى تنشف حتى الفارسمه ما كيديروها لكمش لا تيديروا الفارسمه تيديروا الفارسمه الفارسمه تبقى انت داير هكا التليفون سمو عندهم قليله هنايا كلشي عندهم قليل هنايا داك الشيء بالحساب تجي عطيهم داك الشيء غير لتحت لتحت ولا ملي نخرج من هنايا نمشي عيان ودابا المشكل دابا الماجور اللي عندنا هنا الماجور اللي عندنا هنا خصنا حنا خصنا نرجعوا الصادقي الصادقي منه طبيب منه ماجور لا واش هاد الوقيفه دايرينها غير على الصادقي ولا دايرينها باش على المطالب دايرينها على الطبيبه وعلى على الماجور الماجور حنا باغي الصادقي واش باغي الصادقي ولا لا باغي الصادقي حنا باغي الصادقي منه الطبيب منه واخا ما تكونش طبيبه دي يفهم هو هو دوز معنا هنايا في السنتر في الاول ملي دخلنا في الاول هنا هو كان معنا الله يعمرها سلعه دابا حنا باغيين الصادقي الله يرحم والدي دابا الصادقي هو اللي كان كيجيب لكم فرص ما كانش كيدير لكم كان يسلى فينا كان يجي الدواء عنده كل شيء هنا كل شيء عنده هنايا وتيفهم تقول له شي حاجه توجعني تيفهمها هذا تيدخل مع الباب هنا ويخرج مع الباب الاخرى وكاين شي واحدين حقار تيجيو يحقروا على المرضى هنا بحال اش كيحقروا تيدخلوا عندهم تيهدوهم هنايا صحاب الجمعيه وصحاب الاخر وهذه جمعيه كتحقر على المعاون ايوا تيجيو داك المره جاو يديروا وقفه جاو عندهم بنهار ثلاثه قالوا لهم شوف راه غادي يهدموا عليكم السبيطار يهدموه واه بعد هذا اللي قال لي سيتي واخا تمشي لوزير الصحه راه ما يصفلكش داك المجر واخا تمشي لوزير الصحه واه واخا تمشي لوزير الصحه وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك نشوفوا مع الاخت السلام عليكم كتصفي لا 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 انا عندي جوج وليدات كيصفيو عندك جوج وليدات كيصفيو شحال في عمرهم حمزه وهاد شحال عند حمزه حمزه عنده شي 21 حمزه صاحبي والمدام ديالو وراني كنطلب حمزه صاحبي وليني يجيو لهنا يراقبوا هذا السبيطار لاحقاش الاول كيطيح بزاف والدواء ما كاينش يمشيو يعني للمندوبيه مشينا يجريو علينا قال الدواء ديالو ما كاينش هو راه ما عندوش باش يشري هذا الدواء لا هو لا جوجه ديالو وي 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 وكنطلبوا المسؤولين يجيو يراقبوا هذا السبيطار والطبيبه بنفسها راه 6 شهور هي هاتي دخلت هذا الصباح 6 شهور زيدي 6 شهور هاتي دخلت هذا الصباح لا 6 شهور مالها ما جاتش 6 شهور ما جاتش ما جات حتى لهذا الصباح حمزه طبيبه 6 شهور ما جاتش
ست شهور ما جاتش. حتى راه الصباح هاد جات، حتى مشينا درنا وقفه ولينا عاودين وقفه، مشينا عند القيط وراه جات هاد الصباح. وشوف حنا كنطلبوا المسؤولين تجيهم شي طبيبه اختصاصيه، لاحقاش هادي واخا قالت الاخر ما كتفهمش ماشي ديال البروفيسور هاد الكلام. واش خاصنا طبيبه اختصاصيه لهاد المرضى هادي، وهاد المرضى هادي خاصهم اعانه مساعدة، مساعدة حتى المادية، حتى المادية ومعنوية. ما تحشميش راه حتى المادية خصهم، خصهم إعانة ماديا ومعنويا. وكنطلبوا بهاد الناس هادو اللي يجيو يهضروا على حقهم ويقول أودي لا ما تهضروش، راه إلا هضرتوا هادي السفطور مخدم يطيح لكم الشبكة. شكون اللي كيقولها بلا سميات؟ شكون اللي كيقولها؟ شكون اللي كيقولها؟ كيقولها المرضى. شكون هو هذا بلا سمية؟ والجمعية كتقولها؟ كتقولها المرضى. كتقول اش كتقول؟ إلا هضرتوا هادي جوه دموا لكم السبيطار. شي جمعيه كتقول هاد الهضره هادي؟ شوفوا هاد السبيطار واش داروا سيدنا يتهدم ولا غادي يبقى. حنا خاصنا المسؤولين يجوا عندنا لهنا لهاد المرضى يديروا الحقوق ديالهم، واللي بعادين يديروا النقل باش يوصلوا لهم. راه الناس كتخرج مشرطه مشرطه، خاص يديوهم ويجيبوهم. نعم لله الا محقهم. والسلام عليكم. فخويا بقى لي في هاد النقطه، شي جمعيه كتقول لكم نريبوا عليكم هاد السبيطار؟ لا انا ما سمعت، ما سمعتي صافي، ما سمعت. انا ما نكذبش صافي، انا لا نكذب فهمتي. انا ما كنركزش على هاد الجمعيه، ما كنركز. انا كنركز على المندوب، كنركز على المدير ديال المستشفى. المندوب عاد شفنا طوموبيل السياده ما جاش لعندنا، علاش ما يستناش؟ ما جاش لعندنا المندوب، ما كيجيش لعندنا المندوب. الصحه كان هاد الصباح حنا وما سولكمش، واخا هكاك ما كيجيش عندنا. ما سمعش منكم؟ لا دابا كان هنا. لا هذه السياره المندوب هذه اللي كانت هنا كان، وما هضرش معاكم. مالك اللي كان هنايا بالصحفي اللي كان هنايا؟ الصحفي كيف صفي؟ لا ما كيصفي الصحفي. لا شوف الله يجازيك. ندوز واحد الرساله يا اخي العزيز، بقى معايا فمتابعي قناه شوف سيفي، للامانه الصحفيه والامانه الاعلاميه، ولا نضلل ولا نقوم باي شيء. وهذه هي قوه قناه شوف سيفي، التواجد ديالي بهذه المنطقه هذه واحد نص ساعه امام مركز تصفيه الدم. شت بمرأة العين ديالي سيارة مندوب الصحة بقرسيف، هذه هي قوة قناة شوف تي في. لكن أنا سحبتني مندوب الصحة تواصل مع هاد الناس اللي واقفين هنا، وكنسمع دابا وكنتفاجأ مندوب الصحة ما سول حتى شي واحد، وإذا به كيسول صحفي فقط. يا مندوب الصحة الصحفي ما كيصفيش الدم، وإنما هاد الربعين واحد كان عليك تاخذ واحد ولا جوج ولا ثلاثة وتسمع الشكايات ديالهم. خصك تكون وسط يا مندوب الصحة أو محايد مثل الصحافة، يعني سمع الناس اللي بالداخل وسمع الناس اللي برا. يا مندوب الصحة شفت أنا السيارة ديالك هنايا، عجبني اللون ديالها أبيض كبياض الوجه ديالك، لكن فكان عليك يا مندوب الصحة تواصل مع هاد الناس، تواصل مع حمزة والزوجة ديالو، تواصل مع هاد السيد، تواصل مع السيدة اللي يدها منفخة يا أخي العزيز، مواطنة مغربية تحمل بطاقة تعريف وطنية. وكلمة الأولى اللي سمعتها ما دناش، عاش الملك. نعم عاش الملك. سمعتي الله يجازيك بخير. حنا دابا حنا لا كنهضروا، كنهضروا قلت لك أنا ست شهور هذه الطبيبة ما حضرتش، سواء كاختصاصية ولا غير اختصاصية، المهم حنا كنعيشوا مع الفريملي ودي زامباري. هذه النقطة الأولى. الثانية عندنا الدواء مكلف، عندنا جميع ديال الامراض. ملي كيكون عندك الدياليز كيكون عندك الجهاز العظمي، كيكون عندك هشاشه العظام، كيكون عندك حاله عصبيه، كيكون عندك بزاف الحاجات. يعني هاد الحوايج هادو مفروغين منه، ما كاينش واحد اللي غادي يراقبها. ياك المدير ديال المستشفى ولا المندوب ولا شي حاجه ما كيقلبش علينا، ما كيسولش فينا. مره كيجي الرئيس ديال الجمعيه كيدور علينا كيشوف المشاكل ديالنا. هادو جاي المازور. انا ما نكرش المازور، انا ديما كان ملي كنجي نصفي كنلقى حاضر. الليبره ديال الفقر الدم ديما كاينه، انا حاجه اللي كاينه كاينه، واللي ما كايناش ما كايناش. انا ما يمكنليش نكذب فهمتي. هذه الجانب. المدير اجي شتو الصباح المندوب ها هو جا حبس ليه، ما تكلمش معنا، ما تكلم معنا، ما تراسلش معنا، ما تخدم مني حتى شي واحد، ما قالش ليا المشاكل ديالكم، مناش كزعاني وشنو هو الظروف. هذه من جا لي حبس، بقى واقف، عيط للسيد اللي كان هنا اللي كان كيتراسل معنا قبل منك، وزاد عيط له وشارك في الطوموبيل. مندوب الصحه هضر غير مع مراسل، غير مع الصحفي صافي. حنا ما سولش فينا، حنا كاع لا هذا المرة شنو قال له؟
ما عرفتش شنو قال لنا صح. لا ما هضرش معاه. هاد عاد الحوايج هادو شي حاجه اللي ما مزيانهش. لا حنا كنحتاجو طبيب يكون ديما حاضر معنا. حنا امراض حنا اليوم تكون حاله غدا تكون حاله غدا تكون حاله. حنا لا حاجه ديما تلقى عند واحد الطبيب غور كيقول لك انا ما عطيكش الدواء. مثلا انا عندي جهاز عظمي غنمشي عند الطبيب ديال الجهاز العظمي يقول لك انا ما عطيكش الدواء. خصها الطبيبه ديالك تعطيني ورقه باش تشوف الدواء اللي تباشا لك. فين راه الطبيبه؟ ما كايناش. ست شهور هادي ست شهور هادي بعد ما كايناش حتى اليوم عاد جات. جات تلاعب هادي وجات الضحك وجات الاهانه وجات الاحتقار. هادي رساله قالوا السلام من هنا حتى لمحمد السادس. يشوفوا هاد الحاله ديالنا حنا. حنا الاولويات. حنا من الاولى حنا من الدرجه الاولى. حنا معاك كنسمعوا لك. الله يجازيك بخير. حنا الحوايج حنا خصنا اللي استجبنا. اما اللي ما استجبناش ما نديروا به. حنا ذاك الكاتكاتات وذاك الكوبريات وذاك الشيء هذاك حنا معاك قاعد نخرج بها. وذاك التبخر بالتلفازه ولا بشي حاجه حنا اي واحد كنتحداه لان حنا مواطنين. حنا كندافعوا على الحقوق ديالنا. حنا مرضى. حقك حنا الحياه اللي كتباع الناس اللي كتباع بالحياه ديالها وكتمتع بها حنا محرومين منها. تشريها انت يا حنا ما كنلقاوهاش. تشري ما كنلقاوهاش. ما عندهاش ماديه ديالها. تشري بس حنا هذا الماء هذا الماء هذا نعم سيدي هذا الماء هذا اللي كتشربوا الناس اللي ورجعنا من الماكل شي حي. نعم سيدي حنا ما شبعانيناش. نعم عطينا نسيطروا الماء في النهار بالله عليك. نسيطروا في النهار فيها السواعي فيها القهوه فيها الحليب فيها شاد سيادي حنا. حنا شكون اللي واقف معنا؟ فرملي الله يجازيك بخير. يبراو شي ولا كي مسكن هما كيخدموا بالواجد. بالواجد هما جمال اللي قات واش غنجيبو هما ها واش المراقبه هما هما التخصصات ديالهم. يبراو شي وحيد ها ياك هادشي التواجد ديالهم موجود. الله يرحم لك واجد. ولكن حنا كنركزوا على الطبيب. حنا كنركزوا على التحاليل. كيعطيوناش التحاليل اللي هنا رخيصه سهله كنديروها هنا واللي غالي كنقول لك ديرها على برا ماشي شغلي. ايوا والسلام عليكم. فمتابعي قناه شفتي في امام مركز تصفيه الدم ورساله شكون؟ هذا الطلبون اللي بغى يخدم يخدم هنا واللي ما بغاش يخدم يعطي الشباب يخدموا. يدخلوا شباب اخرين يخدموا. يخدموا. خويا ازيد لي على هذا الشيء اللي قال هذا السيد. زيد الراضي اكسبيت. حنا كي قالت هذا الشريفه هذه حنا كنطالبوا الناس مزيان كل واحد يدير الخدمه ديالو. اللي ما قدش يخدم يخرج. كاين اللي يخدم. حنا ست شهور الطبيبه ما عندكمش بالضبط. ست شهور. ست شهور او لا خمس شهور. كي دايرين عايشين نتوما؟ صفي روح متكلين على ربي. كطلب ربي غير تسلك لك الشوكه بلادم تروح انت مزيان. يعني كتطلبوا الرجافات الممرضين اللي هنايا مثلا. الرجافات الممرضين هما الطبيبه الاختصاصيه لهذه اللي كانت معنا اللي ظروف ديالها ست شهور بلا طبيبه. سجل يا تاريخ ماذا يحدث امام مركز تصفيه الدم بقرسيف. مركز ست شهور بلا طبيبه. المركز ها هو الرايه المغربيه راها فين راهي والطبيب فين هو. الكيفيه سبيطار من الطراز الرفيع خصو غير اللي يخدموا. الكميه راه دابا العدد واصل 106 المرضى 106 هذا غير واحد ل 20 او لا 30 واحد 20% ولا 106 نفس المطلب عندهم نفس المطلب. ولا شكون بحال اللي كيضرب اللسان ديالهم يعني 106 متضرره. قرار واحد مطلب واحد مطلب واحد 106 المرضى المجموع. واش كناجدوا الناس المسؤولين واش عندهم حق يكون عندهم طبيب اختصاصي؟ الا ما عندنا شي حق بلا ما نبقاو حنا نضلوا نوقفوا ونبعوا زادينا على سيدي ربي. راه كاين هاد الناس كاملين راك تشوف فيهم تشوف وجوههم. نعم اسيدي. مول الكاميرا عمد على هاد الوجوه هما كلشي من خلال من قلة التطبيب التطبيب من قلة التطبيب. خصنا شي طبيب اختصاصي ويكون معاه واحد او لا جوج طبيب عام. بالنسبة للمرض ديالكم استاذ شنو الفرق ما بين طبيب اختصاصي وطبيب عادي؟ بحال دابا انتم عندكم طبيبه عاديه طب عام هنايا وما عندكم اختصاصيه. نعطيك دابا ملي دخلت معايا في الموضوع غنعطيك واحد المثال غير بسيط وقع لي انا. طبيبه عاديه هي معنا كدير كونترول الميزان هذه كداك الشيء اللي عرفها الله. ما كان ضعفوش كتبخصوش العمل ديالها. مشكوره. لا مشكوره. مشكوره شكرا. نهار جا النيفرولوج اول خطره عندنا. شنو هو النيفرولوج؟ اختصاصي ديال الكلي. داكور. يعني دار الطب العام وزاد تخصص الكلي. داكور داكور. كيولي نيفرولوج سبيسياليست. يفهم في الساعه يفهم في كلش. كلشي. وي وي وي. كاين عاد اللي كتعال بهم الحوايج كيكونوا كيزرعوا هاد لافيشتير هادي. هاد الاختصاصي. اختصاصي كيدور كيكون عنده الزرع ولا الزرع ديال الكلي. وي وي وي. لدرجه ان الطبيبه العاديه كنت كدوز
ما جايباش الخبر سمو في الدد بنادم. نهار جا النيفرولوج دار الحصه الاولى جا لعندي ديريكت درس لاباراي درس لافين لافين هي الفوقانيه اللي كتعطيك في لاباراي كتكون من 200 لتحت درس لافين ديالي ما عمر شي واحد هذه 14 سنه مد عليا يدو مد عليا يدو انه جا الدكتور حشالي منا كيمشي كيدور على هذا العرق هذا هو ما عمر شي واحد طلعوه ها هو فينكو شتي هو الا هو نيفرولوج هادشي علاش على هاد الشيخ النيفرولوج راه كيفليك راه اللي عندك في الدد ديال لا معش لا ما يبانش لا راه اللي في الدد ديالك كيعرفوا جا عندي قال لي حل الصدافه بقيت انا حاير جا لهنا القاعده ايه قال له ويلي غير ضرب هذا هنا راه عارف هذاك الشيء راه عندك ايجيلاسيون هنا ملويش عندك مشكل عندك مشكل هنا لافي هذاك الشيء كتوصل ل 200 اولا كتعداها ليكوي كدوز ملي كدوز ديك ليكوي ديال لافين 200 راه المريض كيعيا يعني ضروري اختصاص طلعت لافين راك المريض كيتهسس يعني دابا نتوما 6 شهور بلا اختصاصي بلا هذا السيد اللي كتعاود لي عليه دابا بلا اختصاصي بلا طبيب عام بلا طبيب بلا اختصاصي بلا طبيب عام بلا دواء لا احد شنو كتجي ديروا هنايا كنجيو واحد كنجيو بحال اللي كندوزو واحد القيمه هي الحصه محسوبه خاصك تخرج بها ب 100% كتقيد حصه بحال اللي خاصك تخرج ب 100% هو حنا لهاد الظروف ديالنا وهذا الشيء اللي وقع يلا كندوزو 30% ولا 40 70 فين مشات 60 نقول نشرح لك واه حيت انا دابا قديم في هاد الحوايج داخل على السونتر انا كنتعلم منك دابا كنستافد داخل منك داخل على الحوايج في ميدار في 2008 دخلت على الكتوبه كنستافد وكنقرا كل حصه كندي معايا كتاب من الدياليز من الريجي من لافيستير جيت هنا للدراري قلت لهم قولوا لي كي سميت هذه باللغه العربيه الفصحى ما عارفينهاش عمليات القسطره ما عارفينهاش القسطره كيعربوا غير في لافيستير لافيستير قارينا بالفرنسي قال لك حنا ما عارفينهاش بالعربيه ها المشكل الاول قلت لك حنا دابا كنجيب بحال اللي كناخذوا من الحصه ديالنا واحد 30% ولا 40 واحد 70% ولا 60% راه مشات فين مشات غنجي موراك المنطلق الاول في الدياليز وهو لا باز الاولى هي لا سالدو لا سالدو اللي كتعطي الماء اللي ماشيين باش كي باش كيخدموا وي وي معاك لا سالدو حنا لا سالدو كنطلبوا من الناس اللي مكلف بهذا السيرفيس هنا من شهر شهر او موا بعدا خصها تغسل ما يطلعش عليها الكالكير وما توسخش داك الماء اللي كيدور فيها يجي اللي ماشي تخسيوجينيف هي اللي كتعطيك الوجه لك شوف الوجوه ديالهم ملي ضاع داك الشيء وتكرفس داك الشيء ملي جا داك ملي جا تسمحوا في لا سالدو يقدر ما كيغسلوش ولا هادي شوف الوجوه هاد المرضى كي دايرين هاد الوجوه هادو بحال الانطلاق من لا سالدو وي وي كتعطيك الماء نقي اللي ماشيين لا ماشي نقيه لو فيزاج المريض كيتبدل كيبقى صفر كتزرعوا شويه الحموريه وكتزرع فيها الروح ها الاولى هاد الناس كيبان لي حتى شي واحد ما فوجو شويه الحموريه ما كاينش ما كاينش الا كاين شي واحد وريه لي هادو غير واحد 20 بلا 30 راه لداخل بلا واحد 40 50 اللي ماشي 100 والصرف 106 هل المشكل الاول 106 داك الشيء اللي بقى باش نكملوا حصه زينه على 100% كيبقى ديال الطبيب والماجور يكون زين تكون عنده صله مع المرضى ماشي يدخل مع الباب شويه الانسانيه شويه الحركه الانسانيه مع العلم ان المريض خصك غير مع العلم ان لي زانفيرمي اللي كيبرونشيونا هو اللي مكلف بهم هو اللي يشدهم كفاك انك كيدخل مع الباب يقول السلام يمشي عندهم لاباس لاباس يخرج مع الباب يمشي للبيرو ديالو اولا يمشي للنقابات ديالو اولا يمشي يعني ما كيعمر شي هنايا ما كيعمرش ياك فوقاش تقريبا كيدخل كيخرج هذا السيد كيدخل مع 9 ل 10 يخرج ما هذاك حوايج كنكون حنا مبرونشي شي واحد يقول له ما نقدروش احنا نكذبوا عليه حنا بغيناه الا هو باغي يخدم تكون عنده صله مع المرضى يكون عنده العطف مع المرضى كونترول كونترول منين يدخل ماشي السلام ويدوز كونترول مكلف لي زانفيرمي يدوز على الدفاتر كيوقعوا حتى اخطاء في الميزان عود ما الفرمليات دير 2 كيلو للمريض كدير له 3 كيلو كدوز 3 السوايع كيبقاو يهزوا له رجيلات لا حول ولا قوه لاطونسيو كيعاود كيعلقوا له رجيل وكم كرفوهم له دابا حتى في البوله في البوله ديال السبيطار علاش علينا هكذا حنا كل واحد بغيناه يدير خدمته اللي ما باش يخدم يحيد هذا الشيء هذا هو الاساس عندنا حنا الا عندنا شي حق مع الدوله ديالنا شوف من حالنا شوف من حالنا وتشوف من حال هذا السونتر وحنا حنا الا اقتضى الحال كنطالبوا من السيد الوزير كنطالبوا من السيد
وزير الصحه الوزاره الوصيه الوزاره الوصيه اللي مكلفه في هذا الميدان. سمعت مندوب الصحه كان هنا ما توصلش معكم؟ كان هنا مريض الطوموبيل البيضاء اللي كان. ما توصلش مع شي مريض؟ راك معنا هنا الا جا هضرنا ولا كلم دخل الباب. جيت لقيتو هنا يعني قبل ما نجي انا ما توصلش معكم؟ لا حتى مع شي واحد؟ لا والو ما عندوش غرض فينا. ما عندوش غرض. عيط على الصحافه ما عرفش شنو داري ليه، واش بغاو يديزاكتيفيو شي حاجه ولا بغاو يسمعوا منه يمكن ولا بغاو يحذفوا شي حاجه، هذا امر ديالهم ما عرفش شنو داروا ليه. حدو الصحفي مشى بحالو. علاش شفتي علاش هكا يجي المرضى المندوب هو مكلبينا يجي يسمع من السونتر ويسمع منكم؟ يسمع من السونتر، السونتر ما عنده ما يسمع فيه. مثلا 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 الطبيبه ما كايناش، الماجور هو كيدير شغله، حنا الماجور خصو يدير صله مع المرضى، اللي ما باش يخدم يخوي. هذا الميدان هذا الميدان هذا ملي مقابله بلاصه الماجور، هذا الميدان هذا كيبغي الاجتهاد، كيبغي الناس اللي تخدم، كيبغي الناس اللي تراسل من يكون منهم ما كاين لا كيني ولا جمعيه ولا صباك صاحبي ولا باك خالي ولا دادا ولا جمعيه. ضل لي على الجمعيه. اه الجمعيه الجمعيه هذا كنعرفوا حنا من الواجب ديالها، ملي كيخص شي حاجه للسبيطار عاد خصها تدخل هي. عاد كتدخل. عاد غتدخل. كيبقى الدور ديالها بعيد. بعيد. وي وي وي. احنا مع وزاره الصحه. ليكيد ريكونمون كل شيء كتصيفطوا لوزاره الصحه. جمعيه جمعيه كمراقبه كمؤطره كمؤطره كمكمله الى شي حاجه السبيطار يكملوه. قضيه ليكوم سيري لبوتي احنا الدراري يشرحوا لك ليكوم. عساك انك اربعه السوايع اربعه ونص المريض كيتصارع مع مع الموت العرق، كنقولوا في واحد الهاله في واحد الحاله هيستيريا لا يرثى لها. بالتالي من ذاك العروقه ديالك وداك تمسح حمك ولا تمسح حنيفك ولا العروق ولا كاين اللي كيرد حشاك عزله وجهك، كاين اللي كيرد كاين اللي كيرد، وفي التالي داك اليديه كتمشي تشد بها لي بوا ديالك هكاك داك اللوسخ اللي في يدك بيدك كتشد نتايا. حنا كنطالبوا الناس المسؤولين والناس اللي مكلفين بهذا المجال هذا اللي عنده اللي عنده الحق يدبر ليكوم، سواء طبيبه سواء الجمعيه سواء الماجور سواء هذه يدبرهم. قبل ما نضطروا نطلبوا ناس محسنين يجيبوا لنا قري هاد الحوايج يديروا الخير في هاد المرضى، وكاين اللي يجيبو باش يكتب يجيبو لنا ليكوم. علاش ما كاينش؟ فهادشي غريب اللي كتعرف. فمتابعي قناه شوف تي في والغريب في الامر، مبادره وطنيه للتنميه البشريه نسمعوا فيها هادشي. ها هي مكتوبه صورها. لا خليك معايا. فمبادره وطنيه للتنميه البشريه كاطي عام هذا تيو. خليك تما تيو هذا كاطي كاطي مالو عام وانا دايرو عام وانت دايرو يعني على حساب الطبيبه ما كايناش. الطبيبه ما كايناش يحلوا له المشكل ديالو. نورمالمون كدير الكاتي شهر كتوجد التعديل كتحيد الكاتي كتولي لا في ستير بحال هذا. ولا المهم عام تيو عام وانت داير عايني ما تمشيش. فمتابعي قناه شوف تي في، نتواجد امام مركز تصفيه الدم بقرسيف، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. سمعنا طبيبه اختصاصيه ست شهور ما كايناش، سمعنا ايضا غير الفرمليه اللي كيقوموا بدور الدكتور، سمعنا ايضا الماجور كاين شي علامه استفهام بخصوص الماجور، وسمعنا ايضا متابعي قناه شوف تي في معنا مواطن عام هو داير تيو ما بدلوش الحق الاختصاصي ما كاينش، وسمعنا مواطنين ملي كيخرجوا كيديروا يدهم باش كيقطعوا الدم. متابعي قناه شوف تي في حتى سونغوم يا اخي العزيز، هذا الشيء اللي كتعاود لنا خطير يا اخي العزيز. فما عسانا ان نقول، وشفنا ايضا على المرأة مراسل قناه شوف تي في تواجد مندوب الصحه امام الباب ديال قرسيف ولم يتواصل مع المرضى. كنعرف مندوب الصحه وكيعرفني، ولكن عملي الصحفي انا ما كنعرف حتى شي واحد في خدمتي. متابعي قناه شوف تي في، كان عليك ان تتواصل مع المرضى، اكثر من 40 مريض ولا 50 مريض هنايا التواصل. فمتابعي قناه شوف تي في غنلتقيو بعد قليل في بث مباشر اخر ونسمعوا متابعي قناه شوف تي في اش واقع اصدقاء القناه.